أريج المخينيني من مسكن. مرحبا يا ليلى وألف مبروك. ولا شوية شوية هالتصفيق والترحيب هذاك نقولوا اللي معدل متاع أريج ما شاء الله 19.36. خلنا تعرف عليك احكي لي شوية. نقرأ لسيبي لتوسة باك تكنيك في معناتها في السير في العام معناتها في وسط العام قديش عندك معدل؟ 18.5 أول مرة هذه 19؟ أي أول مرة من المكتب من المكتب أول مرة والحمد لله أول مرة جت في الباك الحمد لله كيفاش سمعت بالنتيجة البارح؟ احكي لي. كلمني سي الوزير وهناني وقال لي راك جيت الأولى على الصعيد الوطني في شعب يمنى وقال لي تعرف معدلك ولا وقال لي مبروك حصيل وكل شيء. وانت كنت قاعده قمت تصيح؟ يعني فضلتش من الاول والله قمت النقز ونبكي والحمد لله يا ربي والله فرحه ما توصفش. الحمد لله. انا ريج وقت نهزها تعدي البكالوريا تروح قول يا بابا فاش نعدي نعانت العادات الفرنسي قالت يا بابا اليوم امتحان اليوم عدينا باك. وبصراحة احنا خفنا على العدد في الفرنساوية ما انا باش جا صعيب شوية الفرنسية. قالت اليوم عد العدد والدفارات الاخرين معناها سهلين حس دفار متاع بكالوريا في المات 20 في التكنيك 19.87 في الفيزيك 19.75 صلي عني بي الحاجات الاخرين في العدد الزوزة اللي طايحين هما في العربية وفي الفلسة العربية 13.5 والفلسة 11.75 الفضل السهل ربي والما وبابا اللي يقفوا معايا وما خلوني ناقصة حد شيء وزيداني أمنت بروحي الحقيقة وقلت عليش ليه قلت النجم حتيني كيما في معبيد جيبها حتيني نجم جيبها وحبيت عليها وخدمت عليها وحطيت في قلبي من أول حاجة نوفروا لأولادنا الجو العائلي الممتاز ونعاود ونقول الجو العائلي الممتاز يا ودي راي ولادنا ما عادش مخلين لها ما عادش عنا وقت لولادنا ما عادش موفرين الحنان لولادنا ما عادش العائلة اللي تتلم ما عادتش رانا هالوقت هذا خلينا نجريو العائلة راهو أول حاجة العائلة والثقة في النفس الثقة في النفس ما تخليش ولدك تعيشه هستيريا أخرى أعطيه ثقة من حيش هو صغير من الابتدائي أعطيه ثقة وجده وعرفه بشخصيته وخليه يكون شخصيته وبعد كل شيء يجي وما يجيش شيء راهو بين عشية وضحاها إيه جديت مش برشة ما حبيتش نكثر حتى ما وبابا قالوا لي يدخل قطرهم ليه ما نحبش ما نحب نقرأ وحدي و لكن نلقى راحتي أكثر منها ولبست وحدك معناها حالتها في الدار الأغلبية ما ماتش كلك إكيب ما جروب مع بعضكم بنات لي وحدك ني نحب وحدي نرتاح وحدي أكثر منها والله حاولت ريبس لي ماتير الكل وما نهمل حد شيء وكهو أنا في الأخر ما حبيتش ندعب بروحي وما حاولت ما نسترسيش روحي جملة معناها ريفيزيون ما تتقسم وقتك عندك توقيت معين لريفيزيون كيفاش؟ لا الحقيقة خليت على ربي من ما لا لازم الحقيقة ما نجمش واحد يعدي عمره كل يقرأ يفدكم أي مثلا في النهار السبت في الليل تقرأ نهار لحد تقرأ ولا تمشي تتفرج تفرج على فيلم لحد صباح نترينا أي وسينو نخرج يعني منا نخرج يعني وصحابي ولا لا مغرومة بالبسكيت بسكيت أي سينو قصص وكتب وفلام تقرأ. وميوزيك وكل شيء كل شيء باهي اليوم 19.36 يا أريج شنو تحب تكمل غدوة في الأيام وين تحب تقرأ؟ ألمانيا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي وشنو تحب تقرأ في ألمانيا؟ ميكانيك أنت اليوم الأولى في تونس في شعبة التقنية زملائك التلامذة هذوما شنو تنصحهم؟ قل لهم أمنوا بروحكم وراو حد شيء ما هو صعيب بالحق حد شيء ما هو صعيب أنا إنفا أنت صدقت أنه أنت تنجم تعملها الحاجة كي حد شيء ما نجم يقف في وجهك وربي معاكم لكل وقرأوا على رواحكم وراي القرايه توصل معنا ما تقولوش راهي تونس وتونس وتونس راهو اللي يحب يوصل بالحق يوصل وربي معاكم الكل. انا في بالي استضافوك في عديد وسائل الاعلام اذاعات وفي بالي عطاوك مع تبيه دافيون للمغرب هكا بيه دافيون للمغرب مش وحدك ما تمشيش وحدك لازم شكون يمشي معك لازم هذاك علاش حتى انا اليوم باش نربحك معانا ونعطيك ان بي دافيون للمغرب من هديتها فواياج باش ما تمشيش وحدك وفما شكون يرافقك واللي باش يمشي معك يلزمك تكلمه وتتصل به هذاك علاش بزيد نعطيك تليفون تليفون سمارت فون سامسونج جراند برايم بلس 4G من هديك سامسونج اكسبيرينس ستور في سهلول وكنوز اف ام مبروك عليك يا ليلى وان شاء الله ديما هكا
متفوقة إن شاء الله ديما بوك يبدأ فخور بيك ونشوف الابتسامة هذه والفرحة هذه على وجهك إن شاء الله يا رب. وربي يفرح كل مؤمن. آمين يا رب. ربي يفرح كل مؤمن. الله لا يحرم منها مؤمن. آمين يا رب. فرحة البكتة قد حدث يا عبد ستة. ولا ما تنسيش.